واش الخوت، نتمنى تكونوا كامل بخير. معكم رشيد وباري وبفيديو جديد فقرة خوي قلبك. ماما تزوجت بابا وما قلتش معاه مسكين بزاف، شي عام هكاك ومات وخلاها حاملة بيت من شهور. ومحيت مات جدي قال لماما رجعي لداركم، ورجعت بابا عنده ولاده من مرة أخرى. وفجت زادي نضو مشاكل على شي ورد غير شي حاجة قليلة. مرات بابا ضاعت ماما محيت هي ماشي مراتو، محيت مشات ماما ولقاو الورق كل شي مزيان، عطاونا حقنا نضو مشاكل كثيرة. وبابا حتى تفرق مع ديك المرأة عاد دا ماما. ومن بعد بقيت تنكبر لقيت غير جدي وخوالي في جنبي وخوتي ما تيسولوش فيا، وتعذبات ماما مسكينة على قبلي باش تربيني. وكنت ديما تنحس بالنقص من جيش بابا، وليت تنشوف ولاد خوالي كيتعاملوا معاهم في شكل زوان، وانا لخوالاتي معانا في الدار تيديروا الفرزيات حتى الا كساوهم انا لا. ماما مسكينة خوالي معايا مزيان، خالتي لا، وخا ندير لي درت ما يعاملونيش مزيان. في المدرسة إلا بغاو بابا تيمشي معايا خالي مسكين، وواحد ولد خالي كان باسلو ديما فضلين عليا. بقيت هكا حتى تزوج، أنا سمحت في قرايتي باش نتهنى من واحد المشكل ديال خوالاتي كانوا مكيتعاملوش معايا مزيان. محيت هربت للزواج لقيت مشكل كثار من المشكل اللي كنت فيه مع كوزتي ولادة والراجل اللي كنت داير. مو كنت كتحرجو عليا وخا بلا سبب، صافي حملت ولدت في دارنا وماما دارت لي اسبوع صافي وطلقت. انا اللي طلقتو، دابا المعامله والعيشه اللي عايشاها تيعيشها ولدي. انا كبرت يتيما وولدي هكاك وخا عنده بابا دابا، انا وياه في المحنه، خوالاتي معنا في الدار، وواحد خالتي مكتحملنيش بلا سبب كدير لي المشاكل. ومحيت يكونوا مجموعين تبغي واحد خالتي تهضر معايا وما كتقدرش، حتى كتمشي عاد كتهضر معايا غير السلام الا قلتها لهم وهي كاينه ما تيردوهاش عليا. دابا ما كرهتش نمشي نخدم في شي مدينه بعيده ونبعد عليهم نخدم على ولدي. وحتى ماما مسكينه في المحنه مي ما لقاتش ليا مسكينه جد، كتسمح في حقي باش ما نسمعش الهضره. وحتى ولدي مسكين ركبوا فيه الخوف، ولد خالي الحاجة مقبولة ولدي أنا وخي يديرها زوانا ما يبغيوهاش ويعايروه. تنحس براسي غير زايدة أنا وولدي في الدار، تنحس براسي غير زايدة أنا وولدي في الدار. كون غير درت ليهم شي حاجة بغيت نبعد عليهم باش نرتاح أنا وولدي، ما بغيتش العيشة اللي عشها أنا عيشها ولدي وخا راه دابا عيشها. حتى هي لا تحب خوالي محيت كتكون ديك خالتي ما تيهضرونيش، تيديروا لي بحال الكلبه حاشاك، كتغير من ناحيه حيت كيجيو عندي الناس وكيدوو معايا. كنت لقى القرطاس تيري فيا، ومحيت كيهضروا مع بنات خالي اللي مجوجين في الطيله كتبغي تفقسني، ما كاين غير الهضره الحلوه. انا من صغري وانا كنعاني، حتى دابا جاني الوسواس بقوه التفكير. مرضت والله، ولكن الحمد لله ربي تيشوف كل شيء. نسيت حجم حيت كنت عاد جيت لعند ماما، كانوا تيحرشوها باش ما تسكننيش وباش ما تكسينيش، مسكينة كتخاف منهم. ودابا كتقول لماما دابا الولد كبر ويتربى ويمشي عند بابا وقدام الناس كتعاملو مزيان، زعما رحنا معاه مزيان وهو غير نفاق. الله يديم خلق الخوت. وانا غادي نعطيك نصيحه، خديها من عندي كصديق او كاخ كبير. الا قدرتي انك تبعدي وتخدمي على ولدك سيري، ولكن حاولي ما امكن انك تخدمي في عمل يرضي الله، لانك ام والجميع كيعرف ان الام كتبقى حاجه مقدسه عندنا في الاسلام، وما خصكمش انتم النساء تطيحوا بها. انا عارفك من الناس وربي ما غاديش يخيبك، وعليك بالاذكار والصلاه دائما والصبر
إن الله يحب الصابرين والله يسر لك الأمور. أما بالنسبة بالطريقة باش غادي تمشي، كاينين بزاف ديال الطرق. أنا كتشوف إيش حد من العائلة ديالك أو من الأصدقاء ديالك في مدينة أخرى، ولا تقدر تلقاي فيه عمل مستقر. ديك الساعة تقدر تدي معك ولدك، وفي الأول تقدر تخليه مع العائلة ديالك، ماشي بالضرورة أنك تدي معك في المرة الأولى. عندك بزاف ديال الحلول اللي تقدر تفكر بيه ومن بعد.